السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك، أهلا بكم في مطبخي أسما فود. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة طريقة عمل المايونيز. والمايونيز إن شاء الله بيتعمل بطريقتين، إما بالبيض يا إما بالجبنة المثلثات. إحنا إن شاء الله هنعمله بالجبنة المثلثات. الطريقة إن شاء الله 2 قطعة جبنة مثلثات، معلقة مستردة، ذرة ملح، ليمونة، فنجان خل. طب اللي ما عندوش فنجان خل هيبقى ربع كوباية خل، نفس المقدار الكوباية دي، كوباية الا ربع زيت، نص كوباية لبن. هنبدأ المكونات مع بعض ان شاء الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ المكونات مع بعض. اول حاجة هنبدأ باللبن. بسم الله. بعدين الليمون، المستردة، جبنة مثلثات، ذرة الملح، هنبدأ نشغل الفود بروسيسور. دلوقتي انا هبدأ احط الزيت واحدة واحدة، وحسب السمك اللي احنا عايزينه هنوقف الزيت. انا هبدأ معاكم اوريكم الطريقة، وبعد كده ان شاء الله هفصل الخلاط، علشان هفصل الفيديو عشان صوت الخلاط ما يضايقش حضراتكم. هنبدأ مع بعض. هبدأ دلوقتي افصل الخلاط. كده حطينا كل كميه الزيت اللي قلت لحضرتكم عليها، كوبايه الا ربع زيت. هوريكم دلوقتي النتيجه شكلها ايه، بس لسه هضرب تاني. ادي النتيجه قدام حضراتكم اهيت. كل ما هضرب فيه كل ما هيبقى سميك. هضربه وارجع لكم تاني. بصوا حضراتكم انا ضربته تاني، وصل الصوم كده. هبدا دلوقتي احط الخل واضربه تاني وارجع لكم. هنحط الخل دلوقتي بالراحه، هضربه تاني وارجع لكم. ورجعت لكم تاني بعد ما ضربته. ما احنا قلنا اتفقنا ما نهدرش حاجه وما نرميش حاجه، مش هنعمل حاجه في البيت نظيفه، حاجات مش بفلوس بالنسبه للاسعار بره. زي ما حضراتكم شايفين ده السمك المطلوب. بص حضراتكم وكل ما هيقعد معانا ويهدى ويرتاح هتبقى النتيجة أحلى وأتقل من كده بكتير. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الرحمن. عمل لنا حوالي 2 برطمان من اللي بنشتري من بره، بإيه؟ نص كوباية لبن، قطعتين جبنة مثلثات، معلقة مستردة، فنجان خل، ليمونة، كوباية إلا ربع زيت. يعني مش بفلوس. وده كان فيديو النهاردة، أتمنى من الله أن يعجبكم. شكرا لحسن متابعتكم. مطبخ أسما فود.